سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله حنديروا وصفه على قلب اللوز اللي طلبتوها كامل، واليوم رانا في ليله رمضان، ان شاء الله غدوه رمضان. هذه وصفه بزاف هايله ومشروع مربح بزاف اللي حاب يبيع قلب اللوز. نبداو على بركه الله المقادير. لازم نوري لكم السميد اللي نستعملو. انا استعملت هذا سيم متوسط، الخطر يجي شويه خشين. واش حنستعملو بالكاس؟ حنستعمل 6 كيسان، هاد 3 ونزيد 3. اللي ما يعرفش الكيل درت بالمغرف، كيرفد لكم 10 مغارف يجي في الكاس. معناتها 6 كيسان تاع سميد، وتحقوا 4 كيسان تاع سكر. والسكر ما تقدروش تنقصوا لخاطر لازم هو في القلب اللوز. اللي حاب تنقص دير 3.5. ونسحق كاس ما زهر، ونسحقوا كاس زيت، قلت لكم اقتصادي وبنين بزاف بزاف. ونسحقوا دوك نعبروا بالكاس ديال اوت ناتور، هذا دوك نعبروا به. هادو كاول، هادو المقادير. ونروحوا للشربات. هنا درت رطب تاع سكر، واني حندير له ريتلا نقصوا لها شويه، نقصوا منها شويه، ولي ترونش تاع سيترون. نبداو بها هي الاولى الشربات، نديروها فوق النار كيما قلت لكم. الشربات هي نبداو بها الاولى، كي تغلي تحسبوا 10 دقائق برك، ماشي لازم تجي عقده تعرفوا، ونحوها. نعطيها ماما ديرها لي فوق النار. هنا حندير واحد 100 غرام تاع لوز، هذا رحيتو حمصتو شويه، هذا اختياري، تحبوا ديروه هو يطيب لنا هايله القلب اللوز. اللي يكون حيبيعو لا يقدر ما يديروش، ما انا نحبش بزاف محشي، حنديرو داخل هذا، هذا شغل اختياري هاوليك. ونجيبو السنيوه اللي انا حنخدمو فيها. انا هاد السنيوه ديالي تاع باكري عندها بزاف ملي تزوجت ماما. هاد القطر تاعها هو 38 هكذا. دوك نوري لكم كيفاش لازم القلب اللوز ما يجيش طالع، وباش يجيكم كيما تاع الحوانت رانا حندهنوه بشويه تاع عسل باش يجي شغل كراميل. شتو كنشروه من برا كي نضربو المغرف نصيبوه شغل كراميليزي من تحت. السر ديالو هما يدهنوا السنيوه بالعسل، ما يدهنوها ني بزبده ني بوالو. ومن بعد واذا حبيتوا ديروا انديفيديال هكذا، تشرو هادو مع عندهم الكاطو وديروا فيهم. راني ثاني حندير فيهم، يجوا هايلين، كانوا يمدوا كليتهم خطره عجبوني. فهادوما اللي ما عندوش هاد السنيوه يدير في هادو. دوك ندهنها بالعسل هكذا، تمسحوها كامل في السنيوه. وما تنساوش القرصه تاع الملح، مازال ما بديناش. راكم تشوفوا رانا مسحناها بالعسل، نحو هادية على جهه. ونروحو نبداو المقادير. قلت لكم 6 كيسان تاع سميد، ولا حبيتو قسموا الكميه. اذا قسمتوا الكميه حديروا وحده هاد الياغورت الطبيعي، لخاطر زوج يعمروا كاس. 3 دوك نزيد 3 سميد، نزيدو 3 هادوك الاخرين باش يولوا 6. اللي ما تعرفش بالكاس دير 10 مغارف في الكاس، يرفد 10 مغارف. خممت عليكم. نديروا الملح، ونديروا كاس تاع زيت، هيدي ماما في السكر. السكر انا شوفو خممت لي تلفت لي، خممت عليكم ما عمرتش الكيسه. زيدي زيدي غير شويه، حسنا نزيدو شويه، نديرو 4. هامليك ما عمرناهمش، باش على هو لازم له السكر. زيدي واحد اخر، 3 زيدي الرابع، 4. خلطوهم، دخلوا كامل هذاك السكر هذيك الزيت في الزيت. جات ماما تعاوني دير فيه هذا، راهو ان شاء الله اليوم دوك ندوق لكم في السحور. كما قلت لكم اللوز تحبوا ديروه تحبوا ما ديروهش هكذا باش يدخل فيه مليح. حكوا بيديكم مليح مليح واحد الخمس دقائق. هاد القلب اللوز ما يباتش، كاين وصفه تاع واحد اخر يبات، هذا ما يباتش. دركا نديروا الياغورت هام دي بواط، اذا درتو نص الكميه ديروا علبه واحده. باش نقول لكم ما تخافوا ما يخسر ما والو. يشد لي انا كل رمضان ندير، ولا في الفطار يشد اكثر من سمانه ما يصالو حتى حاجه. الياغورت كونترير يخفف ال نضيفو الكاس تاع الماء زهر. قلت لكم كامل الاسرار ديالو، قلت لكم العسل مليح بزاف ديروه في السنيوه، دهنوا به السنيوه. تحبوا
وتزيدوا لافاني ديرو. هذه لافاني. دوك نهضر لكم على سر واحد اخر. ديروا قليل هذه شويه، ها هي ميم با ماشي نص مغرف تاع خميره تاع الكاطو مع لي فيغ، تعطي له تعطي الخفه للسميد. شوفوا الخليط كيف يجيكم. ها ودي حنضيفوا له هذاك اللوز، هذاك اللوز اختياري، قلت لكم لي حبي يديروا كوميرس ولا يحب ما يديروش اللوز ما يديرش. انا نحب يجي دركا باش يجي بنين. يجي شويه السميد وحده. باش نقول لكم كانت معايا وحده توجور تحب طاطا لويزا، نوجه لها تحيه، كانت توجور تحب كي تدخل الحاجات، كل حاجه تقول لك ندخل لها اللوز ندخل لها هكذا. ها هي تقول لكم ماما كي دير لكم شغل كره معناتها راهو مليح الاخر ديالكم، وما تخافوش. ها باش نجيبو بدا السكر هذاك يتعسل معاه. وصفه شوفوا اقتصاديه بالزيت وبنينه، وتخرج لكم ما شاء الله خير، ما تروحوش تشروه من برا، ما كاينش حاجه كيما واحد يديرها في دارو. دوك نجيبوا سنيوه ودوك تبداو ديروا فيه في السنيوه. دوك تولي لكم ماما نقولها تولي لكم كيف باش تعرفوا شويه باش تعرفوا شحال ديروا العلو ديالو، هو ما يجيش عالي بالك تغلطوا ديروه عالي ما يطيبش يتعجن. دوك ديرتو ليكم شحال دوك يتسقم فيه، سكتو الدنيا شويه مخلطه. دوك نوريكم في الاخير، شوفوا لا فيديو نوريكم شاني موجود ان شاء الله غدوه، خدمت العسل خدمت عفايس باش يجوكم ساهلين في رمضان ان شاء الله. نبداو هادو واش ما حبيت نخلط لكم، وبعد نوريكم واش راني موجود. كاين لي غوسات هايلين ان شاء الله، حنديروا المقيرط القريوش اللي حوستو عليه بزاف بطريقه جديده. وما تعبزوش بزاف بالمغرفه، الخطأ هذيك تاع تبقى يتعجن شويه برك من فوق غير باش تساويوها. وسنيوه قسموها مثلا على ثلاثه، ربع هنايا تبقى لكم هكذا، ما تعمروش حتى للفوق هكذا. فقط لي نوريهم مليح. شوفوا كيفاش يتخبى غير هذا النص يدير الحنه هكا باش تعرف. دركا تقسموا تعبروا برك، وفي هاد الاثناء تكونوا شاعلين الفور. بعد تضحكوا شويه عليا درت الدوز من بعد نسيت. دوك راني حندير الكاوكاو من فوق. القسمه ما تهبطوهاش حتى لتحت، عبروا برك. نعبروا برك هكا. قلت لكم اللوز نسيت كامل رحيتو، ما راني حندير الكاوكاو معليش من فوق ما يهمش. ها عبرت برك. تكونوا كيما قلت لكم تكونوا مشعلين الفور على 180 درجه، دخلوه مده 45 دقيقه اللي ما يعرفش كاع اللي ما يعرفوش. وكي تشوفوا لي بوردور الجوانب هادو حمارو باش تشعلوا له من الفوق، لازم يحب يكون حمار باش كي ديروا عليه العسينه ما يتعجنش هكذا. تبداو تلشقوا الفور ودركا هكا تخلوه يريح واحد 10 دقائق ما بين الفور ديالي ويسخن، وتدخلوه يطيب ونوريكم كيفاح نعمروا هاد الصغار. دوك ندخل هذا يطيب وشوفوا شحال دقتنا الكميه من هذاك الاخر. انا دوك نقول لكم عليها، انا ندير بزياده، لازم الانسان ما ياكلش وحده سقطو في رمضان. نمدو كاين انا معايا نمد بزاف معناتها ما يريحليش. بني لهم هنا باش يشوفوا هكذا اللي يحب ما عندوش سنيوه وما يعني ابسط حاجه يروح عند الكاطو يشري هادو ماشي غاليين. كاين يمسحناهمش بالعسل، ثاني مسحوهم بالعسل كيف كيف ما تعمروهمش بزاف. هاهم يجوا هينين هادو عليه ملاح، تاكلوا ديريكتومون فيهم ما تبقاش حو اللي ما تعش تقسموا. كيف كيف نعمروهم هادو تنديروهم يطيبوا معاهم. درك هكا مجازو 10 دقائق نطفي عليه، انا نحط لاغون تاع المزهر، هذه تعوض المزهر ولا ديروا شويه مزهر. دوك نجيب ثاني ندير شويه مزهر باش اللي تكون ما توفرش عندهم هذيك لاغون اللي يسكنوا بعيد ولا ديروا شويه مزهر هكا واحد نص كاس هكا، ونخرجها للبالكون ولا نخلوها تبرد من قلب الحادث. دوك يولي هكا شوفوا كيفاش يولي باش اللي ما يعرفش يشوف، نشعلو له من الفوق يتحمر. ودركا هاوليك شوفوا كيف خلوه يحمر مليحه، وبداو ديروا في الشربات غير بالعقل على زوج مرات ديروها باش ما يتشققش. شوفوا كيف هو يشرب، غير يبدا يشرب القلب لوس تاعكم تعرفوا بلي الوصفه ناجحه.
هكذا بالعقل. هاد الوصفه سختو سميه قاعده غير تقول لي عليها تقول لي، وانا حبيت حتى ليله رمضان وتكون وصفه مختلفه على كاين بزاف انواع، ماشي نقول لكم ماشي ملاح. المهم هذه وصفه خاصه بيا، ونشكر بزاف مولاتها طاطا ناجيه، هي اللي علمتها لي، مرا هايله بزاف، هي اللي مداريا كي تعلمنا كي تولي الغوسه تولي من قلبها، يعطيها الصحه. كاين بزاف تاع الحبايس تعلمتهم عندها. درك هكا دوك نخليه شويه يشرب هذه باش نزيدو. شوفوا كيف يشرب، تمتم شربها. درك نزيدو، الشربات قريب يشربها كامل، حنا برك حنخلي شويه لهذوك الصغار. قد ما هو يشرب عرفوا باللي راهو كما قلت لكم ناجح. دوك شنو نديرو، ما نقدرش نقسمو هكذا كامل، نخلوها على الاقل 8 سوايع، 8 سوايع. دوك ما نقسموش انا دوكا كي يولي قريب وقت السحور نقسمو باش ندوقوه مع بعض. نخلوه هكذا يشرب، تحبوا كاين انا نخليه برا، اللي يكون مزروب به حطوه في الفريجيدار واحد 3 سوايع ولا يقدر يقسمو، انا مانيش مزروبه. ولا تحبوا تاني طفيو الفور وتخلوه لداخل، كل واحد شي يحب. انا حنخليه في البالكون هكذا حتى يبرد بعقله ومن بعد نقسموه. شوفوا كيفاه يجيكم، انا كملناه، سمحوا لي بزاف ما قدرتش نولي لكم واش وجدت. شوفوا ياذن العصر والله غير عندي الشغل بزاف، لا غالب المره الجايه ان شاء الله حنوريكم في الفيديو ان شاء الله الجاي. شوفوا كيفاه يجيكم، والله غير يجيكم صدقوني بزاف هايل، بزاف بنين. شوفوا البنه ما عندي ما نقول لكم، انا كليت منه في السحور كلاو منه. كتشوفوا كيما قلت لكم لازم تمدوا للناس اللي معاكم، ما تاكلوش غير وحدكم. اما انا دي مانيش حناكلها وحدي، حنمد منها ودوك نوري لكم كي قسمت كيفاش يجيكم. وهاوليك ما نقدرش دوكا ندوق لكم، خساره صدقوني بزاف هايل، بزاف بنين. ها ان شاء الله تسيو وتقولوا لي رايكم، ما عليا نقول لكم صحه فطوركم. في قناه اللي زارت القناه لاول مره ما عليها غير تابوني وتفعل الجرس. في امان الله، باي باي. وهادو ماني ما تحبش تكسر راسها وما تعرفش تقسم القلب اللوز، استخدمهم في هادو، فكره جديده وهايله ان شاء الله تعجبكم. تاني هادي ما تبقاش تقطعيو كامل منا ياكلوا، ان شاء الله يعجبكم هاد الافكار. وما تنساوش تدعمونا، ماشي هكا كوباك هيا. المهم باي باي.